طبعا يا جماعه الخير، انا حاب اعتذر عن تنويه بسيط. قبل شوي ذكرت ان الاخ ابراهيم السويلم انتقل رحمه الله، وانا اخطيت، ولكن نقل لي خبر وصراحه ما تاكدت منه، ولكن انا اسف واعتذر جدا، واسال الله تعالى ان الله يعافيه وان الله يشفيه يا رب. وهذه فرصه حلوه ان نتذكره وان ندعي له بالشفاء العاجل في اقرب وقت يا رب. اسال الله تعالى ان الله يشفيه وان الله يعافيه وان الله يقومه بالسلامه. الخبر اللي نقل لي ما كان متاكد منه، وانا تسرعت وذكرته على طول من حبي للشخص، واني ابغى العالم يعني يدعون له والعالم يترحمون له، ولكن انا اعتذر جدا وانا اخطيت. ومن هذا المنبر حاب اذا ما عليك امر كل من يتابعني كل من يشوفني انه يقدم دعوه خالصه بينه وبين نفسه للأخ إبراهيم السويلم، إن الله يشفيه يا رب وإن الله يعافيه وإن الله يقومه بالسلامة. وأنا من هذا المنبر عني وعن أخوياي وإخواني المتسابقين اللي كانوا موجودين معي في الحلقة، أتبرع عن الأخ إبراهيم السويلم في جمعية رؤوم 300 ريال عني عن المتسابقين اللي كانوا معي اليوم. ونسأل الله إن الله يجعله في ميزان حسناته، وإن الله يعني يقرب دعانا بهالعمل البسيط اللي قدمناه، وهذا أقل شيء نقدر نقدمه الشخص أسعدنا وشخص كنا نتابعه ونشوفه ونستمتع فيما يقدمه طول السنين اللي مضاها في الإعلام. فحاب أسمع منكم على أي حاجة. أول شيء اللهم لك الحمد والشكر، والله يشفيه إن شاء الله. والخطا ممكن اني انا بعد اتحمل الخطا معك. لا لا ابدا، الخطا والله من عندي انا، وانا اول شيء اني اقدم اعتذاري لك، وهذا من حبنا ترى في الشخص. والله اي والله والله اني اعز الانسان هذا واقدره وله مكانه خاصه عندي انا يا تركي، عشان كذا ودي ان الناس كلها تذكر بدعوه ربما احد اقرب منهم الى الله منا احنا. وانا اعتذر منك انت بالاول، واعتذر من الجمهور، واعتذر من محبين ابراهيم السويلم، لكن نسأل الله العلي العظيم أن يلبسه اللباس الصحة والعافية عاجلا غير آجل بإذن الله. اللهم يا رب. والله يجزاك خير على السهم، الله يكتب أجرك. يرحم والديك. الله يجزاك خير يا أبو سابر ويعطيك العافية إن شاء الله، وجل من لا يخطئ. وبعض الأحيان أن الشخص يجيه رسالة ولا يجيه شيء صح لازم يتأكد منها، ما يتأكد منها، لكن نقلت لك بشكل خطأ. وهذا شيء عادي جدا ويحصل عند ناس واجد والدنيا سعة. وأسأل الله جل في علاه في هذه الساعة المبروكة إن الله ينزل عليه لباس الصحة والعافية، اللهم وإن الله يشفيه شفاء لا يغادر سقما. رجل ما شاء الله تبارك الله صانع الابتسامة في وجه الناس وراعي خير، مدام الناس كل أبوهم يمدحونه ويعطون بشره إن شاء الله بالخير. إي والله إنك صادق، فالله يعطيك العافية ويجزاك خير يا أبو. الله يرحم والديك نواف. أنا والله العظيم إني يعني صراحة ما قد حصل لي الشرف إني أقابل إبراهيم السويلم، لكن على حسب ما سمعته وعلى حسب السمعة اللي نالها ما شاء الله تبارك الله، والله العظيم إنه في كل مجلس وفي كل جمعة إنه ما يندك إلا بالطيب والخير. الرجل سمعته سابقته. من هذا المنبر أطلبكم المرة الثانية والمرة الثالثة أنكم تذكرونه بدعوة، لعل الله سبحانه يتقبلها وتكون في وقت الله يتقبل الدعوة فيه. فاستدعيكم الله إلى المسجد وإن شاء الله بعد.